أهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة من برنامج الطبخة الشهية. اليوم بدنا نحضر فول مقلب بزيت الزيتون. أول شي في عنا فول مقطع كيليين، وكزبرة مفرومة، وكزبرة جراز. نحتاج لبن وطحينة للتقديم، ثوم، كاسة زيت. في عنا هون زيت إضافي مشان نقلي شوية كزبرة وثوم مشان نحطهم على الوش. أول شي طنجرة، نحط كاسة الزيت، طبعا هاد زيت زيتون، هلا مشان طريقة تقطيع الفول منقيه منقطعه بهذا الشكل، منقيه كل هدول الخيطان الموجودين على الأطراف. بهالطريقة طبعا بنغسلهم بس نخلص التقطيع، حطهم بالمصفاية لأنه أول شي نحنا ما بدنا يكون فيهم مي. هلأ عنا الزيت حمي، طبعا نحنا ما بنحميه لدرجة إنه يحترق، بدنا نحط الفول. بنحط معلقة صغيرة ملح، بنحركهم شوي هلا بعد ما يتقلوا منيح. هلا لسه ما تقلوا، هن بدهم شي 10 دقائق. بهذا الوقت رح نحضر الكزبرة المقلية، نحمي الزيت مشان الكزبرة المقلية هي بدنا نزين فيها بالآخر الطبق. نحتاج شوية ثوم، الثوم طبعا بدنا نفرمه بهي الأكلة مشان يبين. انا هون مجهزة الكزبرة المفرومة، نحط اول شي الثوم مشان يتقلى، مع شوية ملح، ما منكتر ملح، هلا بس يتقلوا شوي بنضيف الكزبرة المفرومة طبعا. هلا بالنسبة للكزبرة اللي بنطبخها مع الفول، هاي الكزبرة مغسولة ومنقاية، هلا طريقة الفرم تبعها. أول شي هدول ما بنستعملهم لحمة، من قيمة لأنه بيكون فيهم عيدان، وهي بنفرمها خشنة شوي، يعني مو شرط إنه تكون ناعمة ناعمة لأنه بدنا نطبخها بهالطريقة. هي بدنا نضيفها للفول بعد ما يتقلى منيح. بهذا هلا تقلى الثوم، بدنا نقلي الكزبرة. الكزبرة هاي ما بنقليها كثير عشان يضل لونها اخضر. حركهم شوي، بدها شي 3 دقائق لحتى ينقلوا. هلا تقليت الكزبرة،
الفول بعد ما يتقلى منيح بنضيف له الكزبرة والثوم كمان. هلا بالنسبة للفول خليته انا 3/4 ساعة، وكل 10 دقايق حركهم بهالطريقة من فوق لتحت من تحت لفوق. هلا هدول كليين فول بدهم جرستين كزبرة، يلي ما بيحب الكزبرة كمان بيقدر ما يحط، ما بيحب ثوم كمان بيقدر ما يحط. هلا بدنا نضيف لهم كزبرة مفرومة، واللي بيحب يحط كمان ملح، يعني بضل الملح على حسب الرغبة، بس هو كل ما كان الملح أقل أفضل. وبده يكون نوعية الفول طري مشان هاي الأكلة. هلا بدنا نفرم الثوم، هذا للفول بحطوا له ثوم مقطع، يعني ما في داعي ندقهم. بعد ما نفرمهم بدنا نضيفهم، بدنا ننتظر شي 5 دقايق بعدين بدنا نسكبها. يلي ما بحب الثوم كتير ممكن يقلل. هلا فرمناهم منضيفه، منحركه، ننتظر شي 5 دقايق عشان الثوم ينكه كل الأكلة مع الكزبرة. بنغطيها هلا، مضي 5 دقايق صارت الطبخة جاهزة، بدنا نسكبها. هاي الأكلة طيبة كتير ومن الأكلات الشعبية بسوريا. هلا نحط الكزبرة والثوم اللي قليناهم أول شي، نحط لبن، اللبن كمان حسب ما بتحبوا كتير قليل. والطحينة طبعا، وصحتين وهنا. اتمنى انه يعجبكم هذا الشرح، لايك للفيديو، لايك لصفحتي على الفيسبوك، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، لا تنسوا زيارتنا في منتديات المرأة العصرية. الى اللقاء.